سيدي سادتي متابعي اخبار الفجر المغربيه والفجر سبور، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر لمواجهه نادي الرياضه القنيطري وجمعيه اولمبيك تطوان في اطار الجوله 18 من شقة الشمال القسم الوطني الثاني الدوري المغربي للفوتسال في من عصبات السوس قويه من وائل الزكاوي. كره عند لاعب الرياضه القنيطري عند اسكي، تاسكي قويه تصدي جميل من بزيزي ياسين، دائما عند اللاعب ازي لاعب اولمبيك تطوان كتمشي عند اللاعب خادره حتى تسدد والهدف الاول لصالح اولمبيك تطوان، تمريره على المقص من اللاعب عزيز الخطيري وسليمان ازي اللي بدا الهجمه كينيها بنفسه وكيتمكن من تسجيل اولى اهداف في المقابله. اذا اولمبيك تطوان بعد مرور 12 دقيقه 49 ثانيه كيتقدم بهدف دون مقابله على حساب الرياضه القنيطري. كان الثنائيات ما بين لاعبي الرياضه القنيطري، اللاعب عزيز الخطيري جميله من عزيز الخطيري طويله، والهدف الثاني كان جميله، انطلاقه جميله من عزيز القادري وطويله اتجاه اللاعب اشرف رجاج الاخير ما كيترددش وكيسجل الهدف الثاني لصالح اولمبيك تطوان في هذه المقابله. بعد مرور 3 دقائق على بدايه الشوط الثاني الدقيقه 23 من المقابله، اولمبيك تطوان كيتمكن من اضافه الهدف الثاني وكيتقدم بهدفين دون مقابله على حساب الرياضه القنيطري. جوشري تصدى ليها ام عماد بن عبود، كان راي اخر عماد بن عبود كيتقدم بعماد بن عبود قويه والهدف الثالث لصالح اولمبيك تطوان عن طريق اللاعب عماد بن عبود. الدقة 31 من المقابلة، عماد بن عبود كيسجل الهدف الثالث لصالح اولمبيك تطوان. عماد بن يوسف الصباك كيتقدم بها يوسف الصباك كيسدد قوية ومحادية المرمى. سفيان بايت كيلعب بسرعة اتجاه عزيز سينا بعد تسديد قوية كتخرج ركنيه لصالح الرياضه القنيطري ينفذها يوسف بن سعود طويله عند سفيان البيض وكتصدي اخر جميل من محمد رضا السهل طويله من اولمبيك تطوان في المرمى الفارغ. اللاعب عزيز الخضيري كيسجل الهدف الاول ديالو في هذه المقابله ورابع لصالح اولمبيك تطوان. الدقيقه 35 اولمبيك تطوان كيتقدم باربعه اهداف دون مقابله على حساب الرياضه القنيطري. عزيز عند بن سعود طويله عند يوسف الصباك بحث عن مراوغات تسجيل مرمى فارغ مره اخرى، مرمى فارغ والهدف الخامس والثاني لصالح اولمبيك تطوان. عزيز الخضيري كيسجل الهدف الشخصي الثاني ديالو في هذه المقابله والخامس لصالح اولمبيك تطوان بعد مرور 36 دقيقه، جوج اهداف بطريقه متكرره. المرمى ديال الرياضه القنيطري فارغ بسبب تنفيذ خطه اللاعب الطائر الاسد، وعزيز الخضيري كيستغل الفرصه مرتين وكيسجل هدفين متتاليين وكيعطي التقدم لاولمبيك تطوان بخمس اهداف دون مقابل. كما كان المسجل من محمد رضا السهل كيتميز في المقابله حيث اولمبيك تطوان، والهدف الاول لصالح الرياضه القنيطري عن طريق اللاعب يوسف بن سعود بعد تمريرات عثمان دحان على بعد دقيقه ونصف من نهايه المقابله. يوسف بن سعود كيقلص فارق للرياضه القنيطري وبالتالي خمس اهداف مقابل هدف واحد، دائما تقدم اولمبيك تطوان على حساب الرياضه القنيطري. كيحافظ على الكره ديالو ونهايه المقابله بفوز اولمبيك تطوان بخمس اهداف مقابل هدف واحد على حساب الرياضه القنيطري. اذا كان معكم في هذا البث المباشر عبر الفجر سبور المهدي القشيني، ونضرب لكم موعدا في وقت لاحق ان شاء الله.